علاقه مضبوطه ديالنا بزاف ديال الاسره المغربيه، اخترت انا نتكلم مع ابنائنا ديالها بالامازيغيه عوض نتكلم بالدارجه عوض الامازيغيه. هذا الامر بالنسبه لي في اعتقادي انا هو التحصيل الحاصل. علاش؟ لانه نتيجه حتميه لواحد العقود من سياسه التعليم اللي نجحها الدوله، حيث ان الامازيغيه كلغه ديال البلاد غائبه في التعليم، غائبه في الاعلام، غائبه في الادارات العموميه، غائبه في جميع مناحي الحياه العامه في بلادنا. وبالتالي فالنتيجه ديال هذا الشيء هو ان الناس حكم انهم كيبغيو يدمجوا ابناء ديالهم في الوظيفه العموميه، في سوق الشغل، في بزاف الامور، بهذه الفضاءات كلها ما كيلقاوش فيها الامازيغيه، كيلقاو فيها لغات وحدين اخرين. وبالتالي فانهم كيعتقدوا بانهم بالحديث ديالهم بالدارجه مع ابناء ديالهم غادي يخلقوا لهم واحد المسار ديال النجاح، حينه هذا الامر لا علاقه له بالحقيقه. المساله الثانيه هو ان هذا الاقطاع ديال الامازيغيه كينعكس سلبا على التمثلات ديال الامازيغ على لغتهم. يعتقدون ان المشكل في لغتهم وان المشكل في ثقافتهم واقصاء المجالات ديال الامازيغ كلها. وبالتالي الا بغينا نتكلموا على الموضوع هذا فان راه سياسه التعليم والتهميش ديال الامازيغ واقصاء ديال الامازيغيه سينعكسوا بشكل اوتوماتيكي على الاختيارات ديال الاسر اللي كتكلم معها من الدارجه. هذا ما كانش اللي راه الشعب المغربي ولا كيتكلم بالدارجه وسلام الامازيغيه، بالعكس الامازيغ حاضره في جميع بقاع المغرب، في المدن الكبرى وفي القرى وفي الجبال وفي الواحات وفي الصحراء وفي كل شيء، الامازيغ حاضره بقوه. ولكن هذا الشيء ما كاينش بلي راه القضيه اللي كنتكلموا عليها ما كايناش، حيت فعلا كان واحد العدد ديال الاسر خسرت تكلم بالدارجه، وهذا راه كما قلت سياسات ميزيه ديال الدوله كتنهضر ضد اللغه الامازيغيه. وبالتالي فكان حق واحد المواطن هو يخجل من ذاته، غير متصالح مع ذاته، مستلاب مغترب عن ذاته، يظن بان المشكل في لغته وثقافته وهويته. والانسان اللي كيكون هكا اللي كيكون مغترب فلا يمكن ان يساهم في الانتاج نهائيا. ولكن واحد الانسان اللي كيكون غير متصالح مع ذاته يكون منتج لا فكريا لا اقتصاديا لا ابداعيا باي مجال من المجالات. وبالتالي فالمساله ديال اعاده اعتبار اللغه الامازيغيه وانصافها وادماجها في مختلف دول الدوله هو البنيه الاساسيه لتحقيق اقلاع اقتصادي في جميع المجالات.